السلام عليكم وأهلا بكم. مواصلا حلقاته واستقبال ضيوفه، ها قد صور الشيف مهدي حلقة جديدة في محله الجديد لابلانش الخاص بالحلويات العصرية والتقليدية مع الشيف الجزائري المحترف في فرنسا محمد سي عبد القادر، وأعد كعكة بالتوتي البري في محله الكائن في سيدي يحيى بالجزائر العاصمة في أجواء حقيقية تجمع مختصين في الطبخ والحلويات، للتأكيد أيضا والمرافقة أيضا الخاصة بالشيف مهدي، فهو يصور آخر حلقات الموسم الجديد من برنامج أحسن معد حلويات في الجزائر.